صباح الخير عن جديد. الأولمبياد العالمي للروبو مسابقة عالمية بتهدف لتعزيز حب العلم والتكنولوجيا والتعليم بين الطلاب. بدنا نتعرف أكثر عن هالمسابقة وعن أهدافها وكيف بتساعد الشباب على تطوير إبداعاتهم ومهاراتهم بحل المشاكل بطريقة ممتعة وجذابة. معنا بالاستوديو جاني منصور الشمالي اللي هي منظمة الأولمبياد العالمي للروبو بلبنان. أهلا وسهلا فيك جاني. كيفك اليوم؟ مش الحال دغري بس نسمع تكنولوجيا وروبو بنقول انه اف شيء كتير مهم وشيء كتير كبير وحلو لما نشوف مسابقة عالمية عم تصير بلبنان. خبرينا اول شيء عن هالمسابقة وليه هلا عم تقوموا فيها. اول شيء ميرسي لاستضافتكم، انتم عطول بتضوعوا على هول المواضيع يلي بتهم الشباب، وهي مش اول مرة منكون معكم، وحتى الشباب يلي شاركوا السنة الماضية اجوا واستضافتون وعطول بتكونوا عم تابعون. اكيد هذا واجبنا نضوي كمان على كل الانجازات اللي عم بيقوموا فيها اللبنانيين، ويمكن في اشخاص بالبيت عبالة ما بتعرف وين تتجه، فنحن بنحب نضوي كمان على هالمواضيع. ميرسي كثير. بخصوص الاولمبياد، هي مسابقة عالمية. كل سنة بيطلقوا الاورجانايزر الرولز على الانترناشونال ويب سايت، واكيد نحن بنبلش نعمل دعايه بلبنان لننظمها سنويا، اللي راح تصير بتصير كل سنه بشهر تموز. اكيد التلاميذ بيكونوا متابعين من هن وصغار ليوصلوا لمرحله انه يقدروا يشاركوا بهيك نوع مسابقات. يعني اكيد بده يكون في شويه نوع من الخبره، لانه هي مسابقه عم نحكي، ولكن فيهم يبلشوا من عمر صغير. هي المسابقه من اي عمر لاي عمر؟ هي في عنا اربع فئات، وكل فئه في لها خصائصها، واكيد لها العمر اكثر من عمر فيهم يشاركوا فيها. ونحن بنبلش من عمر 6 سنين لعمر 19 سنة. هذه فئة الستارتر. الفئة الستارتر من 6 لـ9 سنين. مظبوط. أوكي، من 6 لـ9 سنين، وكمان من بعدها في عنا الفئات الباقية. هذه الفئة يلي نحن ما كنا متوقعين هالقد يجي زخم عليها لعمر صغير. لقينا أنه كتير بهالعمر التلاميذ والأهل بحبوا يفوتوا أولادهم يعيشوا هيدي الإكسبيرينس، ويكونوا عم ببلشوا من بكير على يشوفوا إذا هني بحبوا هذا العالم ولا لا. أكيد، يعني ببلش كمان انتبه على اهتمامات الولد من هو صغير وننمي له اياها. هلا بس نحكي، اكيد نحن عم نحكي بالمقابله رح يكون عم يقطع صور عن مشاركه عن مسابقه تبع هذيك السنه اللي كانت كمان بالدنمارك، رح نقطع اكثر على صور نحن عم نحكي، ولكن هيدي السنه بالتحديد شعار المسابقه حلفاء الارض. مزبوط. خبرينا عن هالشعار. اوكي، اول شيء تنقول نحن هالسنه نشوف البوستر رح كمان رح نطلق المسابقه ب 2 اذار ببلديه جونه، واكيد الكل مدعوين انه يجوا يعرفوا اكثر عن هالمسابقه وعن الفئات. الناشونال كومبيتيشن هالسنه رح تكون بالبلاتيا ب 28 تموز، يعني هلا التلاميذ معهم وقت ليبلشوا يحضروا ل 28 تموز، ونحن بنحط هيدي الديت لانه بيكونوا قطعوا الاكزامز وقطعوا المدرسه لنكون نحن يركزوا على الامور التكنولوجي. اكيد مثل ما قلنا في اربع فئات، في الروبو ميشن. الروبو ميشن هي فئه المهمات. التلاميذ عندهم مهمه الروبوت بده يحلها، اكيد هن بيصمموا الروبوت وبيبرمجوه انه يحل هيدي الميشن. ونهار المسابقه اكيد نحن بدهم يشتغلوا بلا الكوتش تبعهم، لانه هن بحق لهم يكون عندهم كوتش اكيد ويكونوا جايدد، بس نهار المسابقه بدهم يشتغلوا وحدهم، وبنعطيهم سربرايز رول كمان ليكونوا يتفوقوا ويقدروا يعني مش يعملوا، مش بس حافظين شو لازم يعملوا بهالميشن، يمكن يكون في عندهم تاسك. اكيد بده يكون عندهم كثير تشالنجز. حلو، روبو ميشن اسمها 100%. الفيوتشر انجينيرز هي سيلف درايفنج كار، هون القياده 14 لـ19 سنه. مزبوط، هون القياده الذاتيه، هون ببرمجوا بيعملوا الروبوت اللي هو سياره تكون عم بتسوق بشكل اوتونوموس، وتكون عم تو افويد اوبستكلز، تكون عم تحترم الاشارات. أكيد عم نشتغل ارتفيشال انتليجنس كمان هون،
وهون عندهم free choice of technology، فيهم يكونوا عم يستخدموا حيلا هاردوير وسوفتوير هن بيقدروا يشتغلوا أكيد فيه. أكيد يعني بس نحكي كمان عن السلف درايفنج أو الأوتوميشن، في عنا أشياء معينة يعني بده يكون في AI، بده يكون في سنسرز معينين، بده يكون في كتير 100%. وهون وقت يكون فري تكنولوجي، فري تشويس اوف تكنولوجي، هون بكل الفئات فري تشويس اوف تكنولوجي. لا في عنا اثنين كاتيجوري يلي هن فيوتشر انوفيتر وفيوتشرز انوفيتورز. فمن هون بيصير الابداع، لانه هون ما في ليميتيشن غير السايز تبع الروبوت والوزن تبعوله. فهون قد ما هن قادرين يعطوا ويكونوا عم يشتغلوا ويكونوا كرييتيف، هون بيبين التلاميذ والاكيد المدرسه. ما حكينا عن فيوتشر انوفيتورز اللي قطعت كمان، ولكن على شو بترتكز فيوتشر انوفيتورز؟ الفيوتشر انوفيتور هي بدهم يعملوا مشروع، وهالسنه هو مشروع تحت شعار ايرث الايز، حلفاء الارض. سو هون التلاميذ بدهم يفكروا بحلول كيف الطبيعة عم بتأثر علينا وكيف نحن عم نأثر عليها، فمن نلاقي حلول تا نقدر نتعايش. وهون أكيد يوزينج روبوتكس وتكنولوجي، يعني تكنولوجي لمساعدة كمان الطبيعة أو تقديم المجتمع. روبو سبورتس من 11 ل 19 سنة، هون عم نلعب ماتش تنس. سو هون فيهم يستعملوا ليجو اللي هي ليجو بيست كومبيتيشن، وفيهم يستعملوا الاردوينو كمان. هون صار عندهم مجالات اكثر انه يكونوا كرييتيف، واكيد هون في يعني بتكون فن اكثر هيدي الكومبيتيشن، لانه فيها ماتش واخذوا سكور تو تيمز. صحيح، بين تو تيمز كومبيتينج بلاينج دبل تنس، يعني في عندنا فريقين عم بيلعبوا ضد بعض، وكل فريق عنده تو روبوتس. حلو كثير. وكمان فيهم يستعملوا ليجو او حيلا نوع ثاني كمان اردوينو. يس، هون مش فري تشويس اوف تكنولوجي، لا هون محددين اثنين، لانه وقت يكون في فيلد معين بدل على طول بحطوا ليميتيشن تيصير يكونوا التلاميذ تقريبا عندهم نفس الكواليفيكيشن، يكونوا مجهزين تقريبا مثل بعض على مستوى بعض تيقدروا يكون في كومبيتيشن. بس وقت تكون عم نحكي بروجكت، هون كثير اوبن، فيهم يشتغلوا اللي بدهم اياه ويكونوا عم يستعملوا التكنولوجي اللي بدهم اياها. دبليو ار او، او هي World Robotics Olympics. World Robot Olympiad. اوكي، في 90 دولة بتشارك بتنظيمها، خبرينا أكثر عن هالموضوع. يعني كل بلد كيف لبنان بينظم الناشونال كومبيتيشن تبعوله، والبلدان يلي بتربح بتتأهل للانترناشونال. فهالسنة رح تكون بتركيا من 28 ل 30 تشرين الثاني. فنحن هون شغلنا مع التلاميذ انه نحضرهم، نكون عم نعمل توعية عن هذا الموضوع. أكيد يمنا رح ندعي لوركشوبس، وبتموز ندعي عن ناشونال كومبيتيشن، وهون بيتأهلوا الفرق ليسافروا للإنترناشونال. يعني بتبلش المسابقة هون ببلاتيا بجوني ب 28 جولاي، وبيرجع اللي بيتأهل وبيضلوا عم يشتغلوا كل الصيفية كمان كمان تشرين. 100%. يعني أكيد في عنا مجال كتير واسع، ولكن عم نشوف العديد من الأشخاص مثل ما ذكرت حضرتك عم تتحمس لهالمواضيع. المشاركات السابقة كمان، وين كانوا التلاميذ وشو يعني وصلوا؟ مش بس بيتحمسوا، الحلو أنه نحن بهالمشاركة وهالإكسبيرينس اللي عم بيعيشوها عم بيكونوا يشتغلوا هذا التيم ورك لينجحوا العمل. اكيد عم يشتغلوا سكيلز كثير عاليين بالبروجرامينج وبالروبوتكس، وبنفس الوقت عم يشتغلوا بروبلم سولفينج، عم يشتغلوا على التايمينج، عندهم تايمينج محدد بدهم يخلصوا التاسكس تبعولهم. يعني هيدي عم بتعلمهم كيف يديروا بروجكت لبعدين ويشتغلوا بتفيدهم كثير لحياتهم. ونحن اكيد كان عندنا تألقات كثير ب برا. هلا رح نشوف كمان الصور اللي كانوا عم يقطعوا، بس عم بتشوفي يعني هالتشجيع اللي عم نشوفه من الاهل كمان للاولاد، خاصة لما نشوف اشياء مهارات معينة، كمان بنلاقي الاهل محمسين اكثر واكثر. خبرينا عن تجاوب الاهل والاطفال كمان لما يكون في مسابقة من هالنوع. اكيد هلا الاهل شوي بيعملوا ستريس وقتها بس التلاميذ بيعيشوا اكسبيرينس حلوه، وبنفس الوقت نحن بنشوف، وهذا كثير شيء بخلينا ننبسط، انه التلاميذ اللي عم يخسروا
عم بحطوا انه هدف نحن السنه الجايه عرفنا ليش نحن ما عملنا منيح لانه في شيء ما اشتغلنا عليه يعني حالهم. بتحدوا حالهم وبيرجعوا هن ذاتهم يعني نحن بنشوف كثير وجوه من سنه لسنه عم تبقى هي ذاتها وهول كمان هذا قلت لك العمر الصغير الست سنين سافروا معنا على الدنمارك كنا خيفانين انه اولاد عمرهم الست لتسعة يسافروا معنا طلعوا انه اكسبيرينس عيشوها كثير حلوه حتى قالوا لاهلهم نحن شفنا العالم كله لانه شافوا ناس من بلدان متعدده فهي كمان رقصوا وكان عندهم مشاركه حلوه هونيك تفرجوا التراث اللبناني هيدي بالدنمارك هي كانت فرنشيب هي الانترناشونال كانت ببنما ونحن سافرنا يعني النهائيات كانوا ببنما بس كان في الفرنشيب كان في فرنشيب يعني خصوصي للعمر الصغير تما يحطوهم تحت ستريس كثير كبير فكان في شيء هيك وديه مش مسابقه بس هون الجروب يلي راحوا على بنما وكانوا خمس فرق من لبنان كان في من سان جوزيف سكول وفي سنتر اسمه نينجاكو وسنتر اسمه ستيم اكس من صيدا يعني كان عندنا من متن وصيدا و من كل انحاء البلد كمان 100% يعني بنلاحظ انه هذا الاهتمام بالتحديد عم بيجمع كثير اشخاص عم يجمعنا لبنان كله عم بيكون هذا الحلو بس نكون عن جد مهتمين باشياء معينه او نركز على موضوع معين بننسى كل الاختلافات وبنركز كمان أكيد على أكيد. على هول الاشياء جاني بس نحكي كمان عن المسابقه اللي رح تكون وطنيه هون رح تكون الاطلاق ب 2 اذار اذا الله راد خبرينا اكثر عن الموضوع يعني احنا ب 2 اذار داعيين المدارس والاكيد مش التلاميذ كل اساتذه يلي حابين يعرفوا اكثر عن المسابقه بهيدا النهار رح اكيد نكون عم نضوي على مشاركه التلاميذ السنه الماضيه ببنما وبالدنمارك ورح ياخذوا اكيد شهادات لانه سافروا ولانه كانوا عايشوا هالاكسبيرينس ونقلوا على طول في تميز يعني وقت يسافر حدا من لبنان لبرا بتلاقي الانترفيوز كلهم كانوا مع اللبنانيه ورح نكون عم نشرح الرولز ونطلق المسابقه اذا الله راد ومنضل نبلش المسيره انه نتابع الاساتذه لانه اكيد بنضل على طول نحاول نكون على تواصل معهم ليوصلوا هن وتلاميذهم على المسابقه محضرين بكل الصعد لانه بهمنا التلاميذ يكونوا عم يعيشوا مش بس انه ربح وخساره هي اكسبيرينس وهي لازم مشاركه وديجا يعني هالشغل يلي رح يشتغلوه كل هذا الوقت هو ربح بحد ذاته أكيد. يعني بيوصلوا للمسابقه كمان بيتعرفوا على اشخاص عم بيكونوا عندهم ذات الاهتمامات 100% وبيقدروا يتشاركوا خبرات يعني يمكن حدا عمل بطريقه معينه بيقدر يساعد تاني يعرفوا بعض اكثر وهذا الشيء اللي بيكبر القلب لما نشوف الاولاد منهم وصغار عم بيتشاركوا وعم بيقدروا يشتغلوا 100% مع بعض هذا بياكل صوره كثير حلوه لبعدين كمان اكيد وحتى مشاركتهم برا تعرفوا على ناس من كل البلدان عم بيشاركون نفس هيك الباشن يلي هو التكنولوجي والروبوتكس وبياخذوا كونتاكتس وبيوزعوا سوفينير لبعضهم يعني نحن الصغار وصلوا سوفينير لبنان لاكبر حدا بالدبليو ار او يعني يس عن جد شو حلو هيك كمان نشوف التمثيل اللبناني بالخارج وخاصه بقضايا مثل التكنولوجيا يعني في عالم يمكن بالعالم اخذين فكره عن لبنان انه بعده بلد متخلف ما عندهم كهرباء والى ما هنالك ولكن عم نشوف حتى الاولاد عم يوصلوا ويبدعوا ويبينوا كمان برا جاني قبل ما نختم كمان المراحل في مراحل موجوده بالمسابقه بيشترك الشخص واكيد حسب الكاتيجوري اللي هو فيها او الفئه اللي مشترك فيها شو المراحل اللي بده يقطع فيها تيوصل بالاخر للنهائيه هلا هو هلا وقت الاساتذه يعرفوا عن المسابقه والتلاميذ بدهم يعرفوا هن وين بيقدروا يشاركوا اول شيء الفئه العمريه وثاني شيء شو هن شو الهاردوير الهاردوير اللي بيستعملوه هن يمكن بيستعملوا ليجو بيروحوا على روبو ميشن بيستعملوا هن بيقدروا يشتغلوا بروجكت سو هن بينقوا الفئه اول شيء هيدا الحلو بالدبليو ار او انه ما في ليميتيشن محدده ما عم نعمل ماركتينج لبراند معين او لا نحن بدنا التلاميذ يبينوا السكيلز تبعولهم وعم نشتغل يعني ستيم اديوكيشن فهون بس الاستاذ ينقي اكيد بيتواصل معنا بيعبي الابلكيشن بيشترك وهون اكيد
بتبلش الشغل ليوصلوا على المسابقة. نهار المسابقة أكيد كل مسابقة في نحن رح يكون في جادجز من الجامعات، لانه نحن عاملين بارتنرشيب مع الاي تريبل اي، سو هن رح يكونوا عم بياخذوا بارت الجادجينج، مش نحن يعني، حدا من قبل كوتي اكاديميك عم بيكون عم يعمل لهم الايفالياسيون، واكيد رح نكون حسب الكرايتيريا تبع كل فئه رح يكون عم ياخذ يا علامات يا انه بيحاولوا يتاهل ولا لا. هلا الحلو انه هالسنه غير تركيا رح يكون في مسابقه كمان فرنشيب بايطاليا، فهيدي كمان بتعطي اكسبيرينس للي ما توفق انه يطلع الاول طلع الثاني، او يمكن الثاني ما قدر الثالث، ياخذ هالاكسبيرينس الانترناشونال. واي نوت نجيب الانترناشونال اللي عندنا على لبنان كمان، لانه كثير بحبوا انه نحن نستضيفها، فاكيد بدنا افور البلد كله لنقدر نجيب نحن انترناشونال وورلد روبوت اولمبياد على لبنان اذا الله. اكيد يعني بنعرف هذا الشيء منه هين، ولكن عم نشوف كثير اهتمام بهذا الموضوع بالتحديد، فان شاء الله اذا الله راد يكون في كمان اهتمام اوسع على هذا الموضوع بالتحديد. وبنعرف انه رايح البلد على تكنولوجيا، كل العالم عم بيتوجه لهونيك، فحلو ننمي هذا الشيء بين الاولاد كمان، وبعتقد انتم عم بتقوموا بشغل كثير حلو، فبنشجع كل المدارس او كل الاساتذه اللي على بالهم كمان يعرفوا اكثر. 2 أدار إذا الله رد بلدية جونيا من الساعة 11 الصبح بيقدروا ياخذوا تفاصيل عن المسابقة، يشوفوا كمان المشاركات السابقة، وبيقدروا يسألوكم حيلا سؤال بدهم اياه. جاني ميرسي كثير لك. جاني منصور الشمالي، منظمة الأولمبياد العالمي للروبو بلبنان، يعطيكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله بكل التوفيق بالمسابقة هيدي، وكمان بتشرين إذا الله رد إن شاء الله. نرجع أكيد أكيد بنرجع بنستضيفكم وبنستضيف الرابحين كمان، وبنحكي معكم أكثر بهذا الموضوع. أهلا وسهلا. ميرسي كثير. صبحيتنا بالتابع، ولكن بعد بريك قصير. Thank you.